تسبب القصف الهمجي على المدن والبلدات في المحافظات السورية إلى تهجير فئة كبيرة من الأهالي. وفي تقريرنا اليوم زرنا عبد الرحيم جمال البكور من بلدة كفرنبودة من ريف حما الشمالي، والذي هجر منها بعام 2019. كبر عبد الرحيم وترعرع على حب الزراعة، واختص بدراسة الهندسة الزراعية، وتخرج منها بجامعة إدلب بعد صعوبات كثيرة واجهته أثناء النزوح. استطاع بإصرار وعزيمة التغلب على مصاعب الحياة والوصول إلى هدفه، وها هو اليوم يعمل مع والده المهندس الزراعي بمشروعهم الزراعي الخاص، حيث يحوي على كافة المزروعات الصيفية ويعتبر مصدر رزق لهم. من عمري 10 سنوات بشتغل بالزراعة. والدي مهندس زراعي، كان أول يضمن أراضي زراعية، كان فاتح صيدلية زراعية، كنا نقعد معاه بالصيدلية الزراعية، كان يطالعنا معاه على الأراضي الزراعية اللي كان يستأجرها، كان نجتمع مع المهندسين الزراعيين، كان يجي لعنده على الصيدلية، تعلمنا كثير شغلات منه الحمد لله. فبعام 2019 تهجرنا إلى الشمال السوري. أنا مهندس زراعي خريج جامعة إدلب، جينا لهون على الشمال السوري، رجعنا استأجرنا أراضي، رجعنا أنشأنا هذا البيت المحمي، صرنا ننتج شتول للمزارعين. رغم كل التحديات ورغم كل المخاطر اللي واجهناها، الحمد لله تخرجت مهندس زراعي ورجعنا أسسنا حالنا من أول جديد ورجعنا نشتغل بالزراعة من أول جديد. والدي صار كبير بالعمر، ما عاد يقدر مثلا إنه يطلع يشتغل بالأرض. صرت أنا كمهندس زراعي أرشد أخواتي إلى الطرق الصحيحة في الزراعة، شوف الشتل أو مثلا النبات إذا مرضان صرت جيب له أسمدة زراعية وأدوية زراعية. وهذا البيت نحن أنشأناه، هو عبارة أنه بالشتاء بدف الشتول وبالصيف بنحط ظل، يعني بيعطيها جو برود، بصير شتل أحسن وبيطلع شتل مهجن ونظيف. نحن هون في المشتل الزراعي كل يوم نسقي الشتول، كل يوم نبخها في أدوية فطرية وأدوية حشرية، بنزرع الشتول في قصص فلينية مخصصة، بنبيع للمزارع شتل نظيفة خالي من أمراض فطرية، خالي من أمراض حشرية، بتعطي إنتاج أقوى وإنتاج أعلى. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.